السلام عليكم. هذا الفيديو انا ما راضياش عليه نهائيا، ما عجبنيش حيت صورته وانا مفتونه ولدي مريض، قبلوا عليا وصافي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناه بريستيج نسري مع وصفه جديده وفيديو جديد. نتمنى يلقاكم باحسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جبت لكم الوصفه نورمالمون نقدروا نحسبوها تدخل في مملحه رمضان او في شهيوات رمضان. نورمالمون كنت غنبدا المعسلات دابا، ومن بعد في رمضان ان شاء الله يا ربي وحنايا نعملوا الملح، نعملوا الشهيوات ان شاء الله يا ربي. مي بناتي شهوا، وليداتي بصفه عامه شهوا تاكوس، وشوهم بالخبز ديال الطاكوس ديالي، يعني ما بغاوش نشريوها. نورمالمون انا كنعملها فوياخ، بديت كنعملها في الحجر الصحي، تعلمنا تبارك الله نعملو كلشي بالكمير بكلشي، بدينا كنعملوه في الديور ديالنا، بقينا شي كنا شي كنخرجوا بزاف وداكشي، يعني تعلم بروفيتينا من ديك الحجر الصحي بحاجات استفدنا منه. المهم وشاوها، وهاد اليومين مع الشغل وداكشي كنجيبها واجده وكنعدل الاقامه ديال الدجاج وداكشي ديالي. مي دابا هما بغاوها هيداك، قلت انا علاش لا ما نشاركهاش معكم، لان رمضان ان شاء الله تشيوات، وهذه واحد الوصفه انا بعدا في رمضان كنستعملها بزاف. بغيتو تعملوهم صغيورين، بغيتو تعملوهم كبارين، كيبقى الاختيار ليكم. ديك الساعه حتى نوصلوا لهاد الشيء وندوزو المقادير بسم الله. عندنا ثلاثه ديال الكيسان دقيق، سواء الكيسان ديال العنبه، سواء لان غنتبازاو على هاد الكيسان هادو مع الحليب والزيت. المهم ثلاثه ديال الكيسان ديال الدقيق، هادو كيسان بحالهم بحال العنبه نفس القياس، كاس ديال الحليب، ربع كاس ديال زيت العود او زيت المائده، نتوما عرفوا شنو بغيتو تعملوا. هذا اختياري انا، كنزيدو معلقه ديال الحليب غبره، بودره الحليب ماشي ضروريه، اختياريه اللي بغى يعملها. معلقه ديال السكر، معلقه كتختلف، انا قلت لكم في هذا القياس هذا الكيسان ديال العنبه معلقه، عملتو كيسان دوبلتو غادي دوبلو، المهم القياس كيختلف ليكم. وملحه على حساب القياس، وساشي ديال الخميره. ندوزو انا غنعجنها لكم بيدي، لان هاد العجينه خاصها تدليك، خاصها تدلك مزيان. الطحين طبعا الدقيق عندنا مغربل، غنعملو كلشي دقة واحدة. نضيفو السكر، بارك علينا. غنضيف ديك معلقه ديال الحليب، حليب غبره هذا اختيار اللي بغى يعملو، ما بغيتوش يعملو ماشي ضروري. زيت العود او زيت المائده ربع كاس، كاس ديال الحليب ديالنا صافي. غنعجنوا العجينه كامله ونجمعوها. صافي ها العجينه ديالنا، خصها دليك، خصها العجين بزاف. غادي نغطيوهم ونخليهم يرتاحوا بين ساعتين جوج ساعات ويباتوا ليله كامله، ماشي مشكل. اللي بغى يعجنهم بالليل ولا غدا عادي يطلقهم، ماشي مشكل. مهم انا غادي نعدلهم دابا، غنخليهم يرتاحوا وغندور نلفو شواد الدجاج باش نخليهم حتى العشيه. دابا نعملتهم الصباح بكري باش في ساعه الغداء ان شاء الله يكونوا واجدين وندوزو نطيبو الدجاج. انا لقيتو لابواط عندي مكتوب فيها فيلي بولي، بالحق فيها زعما شرائح الدجاج، بالحق ما كتبتش بانهم بالاقامه، حسب بلا الاقامه.
ماشي مشكل. مهم المقادير اللي غنستعملو ما تشوفوش هنايا، تشوفوهم في الدجاج وصافي، يعني شرائح الدجاج. الدجاج ولا الدجاج الرومي، ديك الرومي هو هذاك ولا ديك الرومي عادي بحال بحال. غنستعملو فيهم التومة، الابزار، بصلة. بصلة من الاحسن تكون بيضة، انا ما لقيتهاش ما عندي شي. هادو مليقامة ديال الشاورما، لزيبيس ديال الشاورما، العطريات الشاورما. وهذا دانون يعني سمحوا لي ياغورت طبيعي طبيعي، ما فيه لا سكر لا والو. نورمالمون كنزيد معاهم حتى سكنجبر، دابا ما عندي سكنجبر لانهما ديجا فيهم الاقامه. على داكشي غنعمل فيهم غا شويه، نزيد شويه ديال الابزار، غنعمل لهم شويه ديال الاقامه ديال الشاورما. كتبن الدجاج وفي الطاكوس كتجي غزاله. غادي نعملو الثومه، الثومه كتعطي واحد اللذان. هادي الثومه بقى، غنستعملو بصله شويه الماء ديال البصله، ها معلقه ديال الياغورت. غادي نخلط الماريني هاد الاقامه كامله معاهم. صافي هاد الدجاج ديالنا غادي نخليوه تغوبوزا، من دايما نطيبو وداكشي عاد نقليوه. ما عملتش الحامض لان ما عرفتش ساعه ساعه داك الاقامه كيكون فيها الحامض عليها باش ما يجيش حامض بزاف. عملو حتى قطرات من عصير الحامض كنعملو حتى هما فيها. وصافي نخليها، نغطيوها ببابي سولوفان، ندخلوها للثلاجة حتى نساعد الطياب ديالها، عاد نجبدوها ان شاء الله كتكون شربت الدجاج. شربوا لنا الاقامه اللي فيهم. انا قلت لكم زيدوا حتى السكنجبر لان انا السكنجبر ما عملتوش حيت عندي الدجاج بالاقامه ديالو. مهم نتلقاو سعاد الطياب ان شاء الله. صافي ها الخبيزه ديالنا طاكوس، غادي نطلقوهم. هادي شتو الورقه ديالنا كيف كتجي، ها كتجي خفيفه. غادي نعملوها في هاد الماكله فوق النار، انا غنوريكم كيفاش. صافي غنعملها طيب دابا، ها هي واجده عندنا. غادي نعملوها طيب ونرجعوا نتلاقاو. شتو بدات كتعمل داك الفقاعات ملي نزلتها في الماكله سخونه، ها هي بدات كتعمل داك الفقاعات. خصها النار مهيله. صافي خصنا نبقاو دابا ساعه نقلبوها باش ما تقصح لنا شي. هنا عندي الشابليو، غنعمل فيهم الدجاج ديالي باش نقليهم. صافي ها هي شوفوا كيف كتجي، ها شفتوها كتجي غزاله الصراحه. غادي نعمل الدجاج، عملتهم بالشابليو. عندي هنايا هادو لي صوص عدلتهم، انا ما عندي شي صوص اندالوس ما بقاتش، وعدت لا صوص هادي بحال الجيريان. غادي نعملو الدجاجه، غادي نقربها باش نطويها، وغنعمل هادي هي النتيجه التاكوز ديالنا. شوفوا كيف كيجي، كيجي كيحمق، كيجي غزال. كتعرف راسك شنو كتاكل، عجينه عدلتيها بيدك. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. اللي بغي يعملوا صغيورين غير قد هيدا باش يعملهم، او اللي يعملهم طوالين صغيورين. كنت عوالا نعمل نشارك معكم الصغيورين، من بعد نشاركهم معكم ان شاء الله في رمضان او من بعد رمضان. مهم ان شاء الله من بعد نشاركهم معكم.
وبالنسبة للدجاج كاع ما صورتكم كنقليو داكشي و ما تمسح لي. نتمنى ان الاعجاب ديالكم. مهم عملنا الدجاج في الشابلوغ لان عامله له ياغورت وداكشي نورمالمون، ولا عملوهم على بلانشا باش يجيكم الا مبغاش يتقليو مبغيتوش يتقليوهم عملوهم على بلانشا. المهم نتمنى نكون عند حسن ظنكم وتجربوهم، تردوا عليا الخبر وتشاركوا معايا الوصفات ديالكم. والناس اللي دخلوا جدادين مرحبا بكم والف مرحبا. ما تنساوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والى فيديو مقبل ان شاء الله، انتظروني مع المعسلات وصافي. هادشي اللي غنقول لكم. هذه بطاطا كتجي هيدا، كنطيبوها نص طياب في الماء ومن بعد كنقليوها. وهذه لاصوص اللي عملنا هنايا، لاصوص هذه دائما كتختارني شي. هذه لاصوص فيها لا مايونيز والحار وداك الربع اللي كنعمل انا والليمون العصير الحامض، كتجي غزاله في المذاق. نتمنى تكون عند حسنكم وتجربوها. المهم الا بغيتوا الوصف المقادير هاد لاصوص نعطيها لكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله. اللي كتعجبو صوص الجيريان يعملها، اللي كتعجبو اندلس انا ما عندي شي. كاين بزاف ديال الصوص او فرماج ما عملتوش لان حنا ما كيعجبناش الفرماج. اللي كيعجبو فرماج كيعمل فرماج ديال ساندويش اولا فرماج غابي، كيبقى الاختيار ليكم. واللي بغى يعمرها يعمل فيها بصله ماتيشال خاص، كيبقى الاختيار ليكم. انا كيعجبهم وليداتي كيعجبهم غاب بالدجاج والفريت ولا صوص. هادشي اللي كاين. والله يخليكم، ما تنسوش اللي لايك.